الشرطة يستضيف النجف على ملعب الشعب الدولي، وكورة يرصد تحضيرات الفريقين. فريق النجف فريق صعب، من الفرق المحافظات الصعبة، يمتازون بلاعبين ممتازين، يلعبون كرة قدم جميلة. كل مباراة لها ظروفها، كل فرق الدوري مباراتها صعبة. مباراة ندخلها بتحدي جديد، وكل مباراة كأنما مباراة نهائي، فأيضا مباراة مهمة، والمرحلة الأولى لحد الآن ما خلصت. أكيد مباراة مهمة مع نادي النجف، يعني خاصة نادي النجف من الفرق الجيدة من الموسم اللي فات هذا الموسم، يعني من الفرق اللي دائما تلقاها بالمقدمة. احنا أكيد استعداداتنا لها حالها حال أي مباراة. طبعا أكيد مباراة النجف مباراة مهمة، فريق نجف فريق على مستوى عالي، يعني هذه المباراة تحقق فوز، أكيد ما راح يجي إنه يعطيك مباراة، لازم إحنا نسعى، لازم نقدم مستوى جيد. أعتقد بالنسبة لي بالعكس المهمة صارت أصعب، يعني أنت كل ما تحقق نتائج، كل ما تحافظ على النتائج الإيجابية هي هاي الصعبة، فإن شاء الله إحنا فريقنا يحافظ على هذا يعني المستوى، وإن شاء الله تحقيق النتيجة. الحمد لله وشكر، هاي اليومين الثلاثة استعدينا استعداد جيد. الكادر التدريبي وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، إن شاء الله نتمنى التوفيق من رب العالمين ونظهر بصورة تليق بينا إحنا كلاعبين وتليق باسم وسمعة هذا النادي العريق.